خليني انتقل بحضراتكم لخبر اخر، خبر مهم ومبشر جدا، واستراتيجيه مصر للتحول لمركز لتداول الطاقه على المستوى العالمي بيساهم في تحقيقها بشكل كبير الاكتشافات الجديده اللي حققت لمصر الاكتفاء الذاتي في الغاز، وخلت مصر يعني طبعا توجه فائض انتاجها للتصدير. كانت اخر الاكتشافات دي كشف بشوش في المنطقه البحريه في دلتا النيل. تفاصيل اكتر في التقرير اللي جاي. بشاير الخير، كشف بشاروش امتداد جديد لاستراتيجية مصر مصدر للطاقة في الشرق الأوسط. 32 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا هي النتائج الأولية لاختبارات كشف بشاروش بالمنطقة البحرية لدلتا النيل، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب غاز قياسية و800 برميل من المكثفات يوميا، لتكون بشرى جديدة للمصريين تؤكد على حسن إدارة مصر لمواردها وثرواتها التي حولتها من دولة مستوردة للغاز إلى دولة حققت الاكتفاء الذاتي وفي طريقها لتكون مركزاً عالمياً لتداول الطاقة. كشف بشاروش للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحمادة بدلتا النيل البحرية الذي تم الإعلان عنه أول الشهر الحالي بإنتاج أولي نحو 32 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، يقع ضمن امتيازات شركة إني الإيطالية المشغلة للمنطقة وشريكها بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية التي قامت بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز لإعداد خطة تنمية والإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة. وهذا النجاح يعكس استراتيجية الحكومة في التوسع بأعمال البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية لتنمية وتعظيم الثروات البترولية والغازية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا لتحقيق اكتشافات جديدة تفتح آفاقا أوسع أمام العمل في مختلف المناطق التي لا زالت تضم اكتشافات بترولية واعدة. يعني بشاروش كنز غاز مصري جديد، واعتقد ان مصر بتغير خريطة العالم للغاز. مصر خلاص حققت الاكتفاء الذاتي من سبتمبر 2019، ده طبعا من زيادة الانتاج الحقول اللي موجودة فيها وعلى رأسها حقل ظهر. يعني حقل بشاروش اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم وهذا الاكتشاف هيعتبر السادس، الحقل السادس، لانه بالفعل فيه خمس حقول اخرى في مصر على رأسها حقل ظهر اللي بيعتبر وممكن يسمى هو حقل الأرقام القياسية، مش بس لإنتاجه والكمية الإنتاج يعني الغازين اللي بينتجه من الغاز الطبيعي، لكن أيضا للوقت اللي تنفس فيه وكمان الوقت اللي يعني احتاجناه عشان الإنتاج المبكر اللي خرج منه.